الاستماع لنبض المجتمع وتطلعاته. من أجل ذلك نلتقي اليوم تواصليا للاستماع لصوت الحكمة والاغتراف من ميراث تجربتكم عبر ما تحملتموه من مهام رسمية مؤسساتية دبلوماسية حزبية كان النجاح والفلاح حليفكم فيها. نأمل أن تصبح هذه الحركية النشيطة التي يشهدها حزبنا مركزيا إكسيرا لباقي القلاع الاستقلالية المنتشرة على طول الوطن، ومنها هذا الإقليم العزيز وهذه المدينة المناضلة الصامدة. أيها السيدات أيها السادة، أعيد الترحيب بكم جميعا وأشكركم على جميع متابعتكم، كما أشكر المجلس البلدي للمدينة على تيسير اللقاء بهذا الفضاء الجميل. أيها السادة أيتها السيدات، من خلالكم نرحب بالأخ الأمين العام والإخوة في الوفد المرافق. جلسة ممتعة.